مهم ديال الأملاك ديال الناس المقيمين بالخارج. الإنسان منين تيخرج من البلاد ديالو، الملك ديالو لمن تيخليه؟ ها الملك ديالو تيخليه السلطات، تيخليه الأمن، تيخليه الجميع، يعني المصالح اللي كاينة القائمة على الدولة المغربية. ولكن مع الأسف ومع كامل الأسف أننا كاينين واحد مجموعة ديال الناس لا راهم معروفين، لا راهم زعما تيقولوا حنا راه تنمثلوا المواطنين، تيمشيو تيتراموا على الأملاك ديال المواطنين. وعندي ملف وقدمت لك الشكاية السيد العميل، أنا ما جيتش هنا باش نفرق معكم الغاء ولا نجي نقول شي حاجة اللي هي ماشي معقولة. أنا عندي تنهضر وتنهضر بالدليل. كاين 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 واحد كاين واحد مجموعة ديال الخروقات اللي كاينة تتوقع في جماعة ديال إعزان، وكاين واحد السيد تما. واش الإنسان هو اللي تيمشي تيحس بالغربة في البلاد ديال ماشي ديالو وتيجي للبلاد ديالو تيضطهد؟ واش كاين هادشي ولا غير تنهضر؟ واش كاين شي واحد يضطهد في البلاد ديالو؟ هادشي ما خصناش نسكتوا عليه السيد العام. انا حكيت لك شكايه، قلت لك راه كاينه تما واحد مجموعه ديال المقاليع ديال الرمال في جامعه إعزان، وانت بصفتك السيد العام الرئيس للجنه الاقليميه ديال المقاليع درتي شي تدبير؟ درتي شي حاجه؟ راه سيدنا تيقول راه الزمن ديال الازدواجيه ما بقاش. الانسان يختار راسو، اما يكون وطني ولا يكون خائن. الانسان المسؤول اللي خسر في المسؤوليات ديالو راه تعتبر خائن لهذا الوطن هادي. اسمح لي يا شوف، اسمح لي انا شوف، انا ما تنوجه الاصابع حتى لشي واحد، انا ما تنوجه الاصابع. لن اقبل انا امتي بالاداره ان اقبل ان تقول هذه الكلمه، ابقى بها الاحترام. انا احترمك واقدرك، احترمك واقدرك، احترمك واقدرك، احترمك واقدرك السيد العامل. انا كنعرفك وكنعرف الوطنيه ديالك وكنعرفك، كنعرفك انا جلست معاك. حنا مازال حنا تنتوسموا الخير وتنتفائلوا بالخير في البلاد ديالنا، تنعيشوا بعد الدستور ديال 2011 والديمقراطيه اللي هي مطوره في البلاد ديالنا. ولكن مع الاسف ومع كامل الاسف السيد العامل، كاينين واحد مجموعه ديال الناس، هذا مسؤول بنادار في الطريق وتوفر على الاناره ورئيس جماعه وتوفر على الاناره، وكاينين مجموعه ديال الناس اللي هما مواطنين فقراء بسطاء تيديروا لهم واحد المجموعه ديال العراقيل، لانهم علاش ربما تصوت مع المنافس ديالو ولا مع شي واحد اخر، ماشي هذه هي الديمقراطيه. السيد العميل، حنايا الميثاق الجماعي ينص على المحافظه على البيئه وتشجيع على المحافظه على البيئه. ها هي السيد العميل 84 هكتار ديال الغابه، 84 هكتار ديال الغابه تباعت لواحد الشخص اللي هو معروف على الصعيد الوطني. ما نعرف اخويا كي داروا ليها، الا كانت الغابه كتباع وكتشرى، هذا الشيء كامل حنا غنمشيو نشريو الغابه. هادشي باش تقول لك هادشي اللي عندي الامور اللي هي ما تقدرش تبع حكيم، راه ما تقدرش تبع حكيم. وانا كنأكد لك على انه كاين الامن في البلاد وما كاين حتى شي صفو على شي ممتلكات ديال هاد الناس، والا كانت حاله شاذه واستثنائيه ما يمكنلكش تشدها وتعممها. فلهذا الحمد لله كاين الامن في البلاد، وراه الناس العمال بالخارج بيخلوا القطاع ديالهم ويخلوا الارض ديالهم، واللي مشى ترابع على شي ارض وكاين كذا راه كاين تجزئه سريه، راه المشرع عطاها واحد الضمانه كبيره وعطاها واحد. فاذا كاينين المصادر خصنا نسلكوها، ولكن ان كلا الاتهام لبعض الناس هكذا بعيدا على 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 هذا، فانا لا اوافقك لا على اللفظ ولا على التسلط. الحمد لله كاين جانب ديال الامن، وانا غادي نقول لكم باش ما نهربش، انا غادي نخرج غادي نجي لعند الناس نجلس معاهم، انا نتحمل نجلس معاهم نجلس مع جميع الملفات، نعمل نخرج معنا حتى نكون عالج جميع الملفات. تفضلوا.